متابعينا الكرام حضورنا الكريم في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا العاشر الذي خصص للبكار اللقاية المهجنات الأصايل في الأربعة كيلومترات. ننطلق مع هذه الأسماء والشعارات وتقدم مباشرة مع الصدارة مع المراكز الأولى. نتابع مساري هذا الشوط وانطلاقة هذه الشعارات على أرضية ميداننا الذكي ميدان المرموم. مركزنا الأول في هذه اللحظات يحمل انطلاقة وتحديات الاسم المتقدم على المركز الأول. تابع العاند مطر بن حمد رعي الشيجة العامري يتقدم على المركز الأول ويقدم العاند. المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز من الغزيل سعيد بن منانة بن غدير القادم مع الغزيل على المركز الثاني. النقلة للمركز الثالث وتابع في ثالث المراكز في هذه اللحظات المنطلقة شواهين مشري بن سالم بالعرطي الحميدي. المركز الرابع الشبابية منصور بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي قادم على المركز الرابع. المركز الخامس وتابع المسك محمد بن حمد بن سالم لوهيبي قادم مع المسك. والمركز كذلك السادس هذه اللي واصله والمتقدمه متعبه محمد بن صالح بن سليم العامري هنا القادم بالخسواني العامري ينطلق في هذه اللحظات والمتدخله والمنطلقه فيافي سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي وصل مع فيافي على المركز السابع. والمركز الثامن فن محمد بن عبيد بن ضبيعه لكتبي قادم مع فن. المركز التاسع هذه اللي واصله الرويه سالم بن راشد بن دغيش لكتبي. والمركز العاشر شعار الواصل على المركز العاشر سعيد بن راشد بن غدير لكتبي قادم مع الشبابيه. هكذا هي النتيجه هكذا هو النداء الاول للعشر المراكز الاولى المتقدمه ولكن اسماء قادمه سلالات قادمه زاحفه الى الميدان الذكي مع منتصف الاربعه كيلومترات. اعود الى الصداره شوط المهجنات الاصايل اللي قاعد يحمل كميه من الاعداد والشعارات ما شاء الله اللي صالت وجالت على اراضي ميادين الخليج. العاند عاندت على الصداره مطر بن حمد هنا رعي الشيجه العامري يتقدم على المركز الاول رعي الشيجه لكن خبير المرموم مسري بن سالم بالعرط الحميري ابو حمد الشاعر قادم مع شواهين فيافي سعيد بن ناصر الهاشمي قادم على المركز الثالث. المركز الرابع المسك محمد بن حمد بن سالم لوهيبي قادم مع المسك. والفيلسوف قادم مع زعفرانه اهالي رماحه احمد بن مطر بن مايد الخيلي قادم على المركز الخامس. المركز السادس الوصول والتقدم من متعبه محمد بن صالح بن سليم بالخصواني العامري قادم على المركز السادس. وصل في هذه اللحظات بن حميدان مع الضبي عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان. وصلت غارة بن طراف سعيد بن هلال بن طراف المنصوري يقدم غارة أول نجا لغارة المنطلقة في هذه اللحظات. والقادم منصور بن سالم بن راشد بن حضيرم قدم بن حضيرم ورعي زومان مع وايد منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري وبالضبيعة قادم. والقادم الروية سالم بن راشد بن دغيش الكتبي عودة إلى الصدارة بعد الكيلومتر الأخير. رعي الشيجة العامري يتقدم مع العاند اللي معانده حتى هذه اللحظات الصدارة متقدمة على المركز الأول ولكن رجل الخطوط النهائية
قادم قادم من رماحة راعي نجاحة في هذا الصباح يتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيالي والقادم الضبي عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي قادم على المركز الثالث يا هي معركة والقادمة معشوقة معشوقة أول لدى لمعشوقة ناصر بن علي بن يعروف الزرعي قادم مع معشوقة ومحمد بن عايد الكتبي قادم كذلك بن عايد اللحظات الأخيرة ولكن اللي غير اللي روح أهالي رماحة أهالي رماحة يبغون النقطة الثانية مع زعفران أحمد بن مطر بن مايد بن مايد الخيالي مع أجمل صباح إلى أهالي رماحة مع أجمل صباح مع أهالي رماحة ومع راعي نجاح مشكور يا أحمد يا بن مطر يا بن مايد الخيالي يا من تقدم هذه النوعيات على أرضية ميدان المرموم شعار بن عايد الكتبي على المركز الثاني المركز الثالث معشوقة ناصر بن علي بن يعرف الزرعي المركز الرابع الضبي عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي المركز الخامس كان الدخول جماعي على المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام نعود مع زعفرانة والنقطة الثانية لشعار رجل الخطوط النهائية أحمد بن مطر بن مايد الخيلي ومع زعفرانة نتابع التوقيت ومع مخرج السباق عبد الله وادي 16 خمس أجزاء من الثانية تانين وناموس لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي يؤكد النقطة الثانية لهذا الشعار المركز الثاني نتابع مع التوقيت في هذه اللحظات المركز الثاني 12-14 ثانية وست أجزاء من الثانية شعار بن عايد هذه طموح محمد بن عايد بن سعيد بن مبارك الكتبي المركز الثالث معشوقة اللي وصلتنا على المركز الثالث 6-14 و8 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس لمالك معشوقة ناصر بن علي بن يعروف بن حميد الزرعي تهانينا والناموس للجميع.